السلام عليكم مشاهدين كيدايرين، لاباس عليكم؟ نتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصور معكم واحد اللحظات حرجه اللي جات الولاد على فلان. ان شاء الله كما كتشاهدوا معنا الطريق راه هي خاويه، حتى شي واحد ما كاين، وحنا حنا ماشيين في الطريق ان شاء الله. صفا جات على غفلة والحاله حرجه، استر الله والحمد لله كل شيء يدوز بخير على خير، ربي معنا ان شاء الله. صحيك وتنصور لكم على سلامتك. الله يسلمك. نزلتك الولادة مزيان صافا الحمد لله. على سلامتك. على سلامتك. اللهم امين. شكرا. الله يبارك لكم. الله يبارك لكم. نادية. الحمد لله. أسلمت. أسلمت.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ودابا حبايبي كما كتشوفوا يلا طلعت لا شومبر ديالي بعد ما الحمد لله اللهم لك الحمد تفكيت على خير وبخير نتمنى لكل وحده الله يرزقها الله الذريه الصالحه والله الا ودعيت مع جميع الناس كل شيء الله يسهل عليكم واللي اللي في قلبه شي حاجه الله يوفقه فيها ان شاء الله باذن الله وكما شفتوا كانت الولاده مبكره قبل الوقت ديالها علاش لحقاش ديجا كنت حطيت لكم لا فيديو بانني مشيت عند الطبيبه دوز انا قالت لي مازال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام عاد يمكن لك انك تولدي وانا صدقت لغت ليه طرطقات لي السقيه يعني وما فيا لا وجع لا حتى شي حاجه صافي اضطريت انني خاصني نجي للطبيب باش غادي يدوزوا ليا وديك الشيء فاش دوزوا ليا لقاوني يعني غير مؤهله انني غادي نولد ولاده طبيعيه ولاني اللهم لك الحمد الحمد لله كنبغي نشكر الدكتوره ديالي فاطمة الزهراء بزاف بزاف والناس اللي معاها وكذلك حتى واحد السيده بلا ما نذكر الاسم ديالها اللي خدتك عليا ودائما تلقاي تاج فوق راسي والصراحه هنا فين كتعرف حب الناس ومعرفه الناس بانها كنوز شكرا لك بزاف بزاف اللي خدتك عليا الحمد لله تفكيت كما قلت لكم على خير وبخير واخا كانت الولاده شويه صعيبه لانني ما فيش الوجع ولاني اللهم لك الحمد كل شيء داز بخير وعلى خير وكنبغي نشكر الناس كاملين اللي وقفوا معايا خصوصا في ماتيرنيتي ديال الرباط الصراحه سيرفيس زوين معامله غزاله كلشي كلشي كيتعامل معك واحد المعامله اللي زوينه وقفوا معايا الحمد لله حتى انني ولدت ولاده طبيعيه بدون حتى شي مشاكل اللهم لك الحمد كما قلت لكم رغم انها كانت ولاده قبل الوقت ديالها وانني طرطقات لي السقيه وما فيهش الوجع ولاني الحمد لله صعدوا معايا شويه بشويه شويه بشويه حتى يعني جاني الوجع حتى ولدت بخير ولا خير وحتى لو بيبي حتى هو بصحه جيده الحمد لله وانا كما كتشوفوني واخا شويه باقا عيانه لحقاش فاش ولدت خلوني في بلاصه ديال ولادة تقريبا ساعتين حتى كمل السيروم عاد طلعت لا شومبر ديالي وقلت نكمل معكم هاد لا فيديو هذا ديال فلوغ ديال الولاده واخا ماشي انا اللي بديتو معكم بداوه معكم حسن بحكم انني كنت يعني مخلوعه وكنت مبرزطه يعني الوقت ماشي ديالها وطرطقات السقيه وغدا فيد الله الطبيب ما عرفتش شنو غادي يقدروا يقولوا لي وعيطت للطبيبه ديالي قالت لي ضروري انك خاصك تجي عندي دابا باش ما يكونش شي مشكل ولا يكون شي حاجه ولكن اللهم لك الحمد كنبغي نشكر الدكتوره فاطمه الزهراء بزاف 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 على المعامله ديالك الطيبه والغزاله وكيفاش انني كنت مخلوعه الحمد لله وما خلات لي لا خلع على حتى شي حاجه غير بالطريقه ديالها كيفاش كتهضر معايا المعامله كتقول لي كلشي الامور غيدوز بخير وعلى خير ما عندكش مناش تخافي والحمد لله اللهم لك الحمد كنبغي نشكركم بزاف بزاف شكرا على المتابعه ديالكم وما تنساوش دائما لا لايك والبارطاج للقناه باش تزيد العائله ديالنا تكبر وتكبر ان شاء الله واكيد ان شاء الله غادي كما شفتوا ملي طلعت لا شومبر لقيت ماما لقيت حسن كيتسناني جابت لي ماما داكشي اللي كتاكل نفيسه فاش كتولد بهاد البلدي لويزا السوبا شي حاجه هكا اللي خفيفه باش ناكلها دابا ان شاء الله غادي نوض ناكل شي شويه باش غادي نتكى نرتاح وغدا اكيد ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لا فيديو اللي زوين نهار الثاني ديالي في الطبيب
بحكم انها كتكون فيها بزاف ديال الحوايج تقليديين. المهم انا اي حاجه ان شاء الله درتها غادي نشاركها معكم. ما تنسوش لي لايك وخليكم ان شاء الله مع فيديو جاي. السلام عليكم.